الرخصة، طلبت الرخصة وما ساعدوني شي. أنا واحد الإنسان درويش ما عندي شي، ملي كنمشي نطلب ما كيقدروا لي ظروف. أنطلب الله تبارك والسلطة والمحسنين يوقفوا معي. أنا أحمد الأزرق، ساكن خندق الرمان، شاري أفتين وجوج طريف ديال الأر، ومريض، وبقيت الساح 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 نبني، كبروا الدراري، كبر عليا الشغل، وأنا مريض، كنخدم تلت شهور في السخانة، في الشتوى ما كنقدرش نخدم، فيا الضيقة. وهذا الانسان نصب عليا ما كيسني لا عند الله ولا عند عبد، الجار ديالي ربي والرسول صلى الله عليه وسلم قال لي لا ما كاينش اليهودي الجار ديال المسلم يخلي المسلم الجار يورث الجار. هذا الجار نصب عليا وغصبني فشي قوارت وشي سلفت من الناس وخلاني مدقدق نعس تحت الميكا 15 يوم وانا تحت الميكا. تطلعت واحد الحيط جوج مترو عملت القصدير شاني طيح د الشتاء كيطيح عليا. اللهم لك الحمد الحمد لله، إلا كان شي محسنين ونطلب الله تعالى وتبارك والسلطة والمحسنين يوقفوا معنا لوجه الله تعالى وتبارك. هذا الطرد الأرض مدة وهذا الإنسان حايط عليا، قال لي أنت كنت برشيفة ولقطوا عليك الناس ديال الكرا وجد لي هنايا وجد من برشيفة. عمر برشيفة في حياتي ما سكنت فيها ولا درت فيها ولا خرجت منها ولا دخلت فيها، ما كان عرفش برشيفة حيت جات متجيت وانا في خندق الرمان، انا بقى في خندق الرمان ما كان خرجش من خندق الرمان. وهذه مدة وسنة وانا في الكرة نخدم ونجي نعطي الكرة نخدم ونجي نعطي الكرة. جا شي واحد يبدل معي شي سفيلي، قال لي اعطيني نعطيك السفلي وانت اعطيني طرد الارض. جبتو لهنا انا مشيت بحالي هو جاي يجري عليه، قال له سير بحالك هذه الارض ديالي هذوك ما عندهمش الارض. مشى بحاله، جا واحد اخر قال لي نعطيك طرف ديال الارض وعاد الطرف ديال الارض نبدل لك باللساس. قلت له واخا خصني عنحيد محداه. فجانا مشيت هو جا من مورا قال لي مشي، قال له انت هذيك ما عندهاش الارض، الارض ديالي وما ينهي الارض ديالو. دابا علاش ينهي الارض ديالو؟ علاش ينهي الارض ديالي؟ يلا علاش ينهي الارض ديالي دابا؟ حتى شي يخرجني منها، حتى شي حجر عليا، حتى شي يجري عليا، نصب عليا يبيع لي الارض ديالي. وهو عنده جوج ديار، عنده وحده كاريها وحده سياسف لي والثاني وشوف شحال الاراضي عنده. طمع لي انا في 60 متر ديالي، اطمع لي عبيها لي. دابا من جيت قورت باش نبني جاي طيح لي ضاف فيا، جاي طيح لي طيح لي وخلاني واقفه على الله تعالى وتبارك. الناس في السكاني ديالي مع اولادهم وانا نعسه وانا نعسه تحت المكه 15 يوم وانا تحت المكه. اولادي يجيو عندي يجيبوا اولادهم لا عندي ما يجبروش فين يوقفوا، يوقفوا في الشارع اللي ماشي عليهم واللي ماجي عليهم. وهما حس في الله ونعم الواكل فيهم، حس بي الله ونعم الواكل فيهم. انا شكي بهم لله وشكي بهم الطبول الحجار اللي ضيعوني في تمارة ديالي وضيعوني في رزقي وضيعوني في ولادي وشوقوني وخلوا فيا الكريدي. تا كان عطيحوا لي الدار وما بقاش فيا الكريدي ما يهمني شي. دابا خصني نرد الفلوس للناس وانا ما يعرض الفلوس للناس ما يعرضهم. الراجل كنقول له مشي جيب الراجل الرخصه، كيقايل لي لا لي نهار يقول لي المراه ما عطاونيش الخيط من الرخصه، قالوا لي ما كاينش الرخصه. واصلا هي الرخصه مسننه كامله ما بنياش بالرخصه، ما كايناش شي دار هنا اللي تبنى بالرخصه، كلشي بنا بلا رخاصي. على حد الان باقيين يبنوا بلا رخاصي.